ونواصل من الشان المحلي مرة أخرى، حيث استعرضت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي موقف مواجهة فيروس كورونا. وأشارت الوزيرة إلى نسب الإشغال في المستشفيات واضحة أن 76 من الأسرة الداخلية شاغرة، بينما نسبة 24% الأخرى مشغولة. وبالنسبة لأسرة الرعاية المركزة فإن نسبة المشغول منها تبلغ 56%، فيما تبلغ نسبة الأسرة الشاغرة 44%. وفيما يتعلق بأجهزة التنفس الصناعية، لافتت الوزيرة إلى أن 70% من الأجهزة شاغرة و 30% مشغولة. وحول جهود الوزارة للحصول على اللقاحات، قالت الوزيرة إنه تم تقديم استمارة طلب اللقاحات لتحالف كوفاكس، الاتحاد العالمي للقاحات كورونا المنبثق عن مؤسسة جافي، كما سيتم عقد اجتماع موسع مع التحالف.